سعيدون بلقائكم مرة أخرى متابعي قناتنا الأوفياء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات قناة طيور تيفي، والتي سنتحدث فيها عن تربية الدجاج الإسباني الأسود ذو الوجه الأبيض. فهذه السلالة من الدجاج المحلي الذي نشأ في إسبانيا، لكن تم تربيته إلى حد كبير في بريطانيا منذ القرن 18. هي سلالة تعود أصول نشأتها بالضبط إلى جزيرة مينوركا الإسبانية، تنتشر تقريبا في جميع أنحاء العالم. تم تسجيل هذا الصنف في جمعية الدواجن الأمريكية في عام 1874. يعتقد أنه من أقدم سلالة الدجاج في فئة البحر الأبيض المتوسط من الدواجن والطيور، وكانت السلالة الأولى التي تم الحفاظ على فصولها في جميع معارض الدواجن، ولها مواصفات خاصة جعلتها مميزة. كما عملت جميع الجمعيات الخاصة بتربية الدواجن في العالم على اقتناء مثل هذه السلالة وتربيتها وإنتاج العديد من أفرادها. هي دجاجات رشيقة أنيقة بريشها الأسود المخضر اللامع الغني، أمشطها الحمراء الكبيرة، ووجوهها البيضاء المتدلية الطويلة، وشحامات الأذن تضفي عليها مظهرا غير عادي ومثير. يصل وزن الذكر في هذه السلالة ما بين كيلوغرامين ونصف إلى 3 كيلوغرامات، والأنثى ما بين كيلوغرامين إلى كيلوغرامين ونصف. دجاج أبيض الوجه لا يستخدم بالدرجة الأولى للتسمين وإنتاج اللحوم، فهو لا يتعدى في وزن الديك كما ذكرنا 3 كيلوغرامات كحد أقصى، ولكن له إنتاج مرتفع في إنتاج البيض، يتراوح ما بين 160 إلى 180 بيضة في السنة. ولون البيضة أبيض اللون، لها وزن قياسي يصل إلى 80 غرام، علاوة على استخدامه كطائر زينة في البساتين والضيعة الخاصة ولعشاق تربية وتهجين السلالات. تتميز هذه السلالة بريش أسود لامع، وترتبط ارتباطا وثيقا بسلالة دجاج مينوركا وكاسيلانا نيجرا. الميزة الأكثر تميزا هي فصوص الأذن البيضاء المنخفضة نحو العنق. بخصوص النظام الغذائي الخاص بهذه السلالة، فهو لا يختلف عن بقية دجاج الزينة أو البيض. يجب أن يكون النظام الغذائي للدجاج متنوع، بحيث يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لتكوين ووضع البيض باستمرار. يجب أن يشمل النظام الغذائي للدجاج في المنزل على العلف والخضروات. يحتاج أيضا إلى بروتين وبنسب عالية، حيث يدخل في تشكيل البويضة ورفع الصحة للدجاج، وتجد البروتين وفي البقوليات وفول الصويا وديدان الأرض وبقايا اللحوم والعظام التي تطحن ويأكلها الدجاج. كما تحتاج هذه السلالة إلى الكالسيوم والأملاح حتى يتم تكوين البيضة، وتجد الكالسيوم والأملاح في قشر البيض المطحون والجير والعظام والأرض والطوب الأحمر وغيرها من المواد التي تحتوي على الكالسيوم والأملاح الهامة لاستمرار الدجاج في وضع البيض. كما يحتاج إلى النشويات، وهي التي تمده بالكربوهيدرات الضرورية، لذا يجب أن يأخذ الدجاج كمية من النشا والسكر والألياف التي تكون في الحبوب مثل الذرة الصفراء والجزر والبطاطا. كثرة التغذية لهذا النوع مع قلة الحركة قد تصيبه بالسمنة والدهون الذي تمنعه من وضع البيض. هذا ويجب تغذية هذا النوع من الدجاج ما بين 3 إلى 4 مرات في اليوم. نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم معلومات مفيدة قد تفيدكم في تربية هذا النوع من الدجاج. شكرا على إخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.